معالي الوزير خالد اليماني، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. أهلا وسهلا فيك طلال. أبدأ أولا بالسؤال عن ما كشفت العربية النقاب عنه من أن الجنرال باتريك كاميرت سيرحل عن منصبه كرئيس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. هذا طبعا سيحدث كما لدينا المصادر تقول في أوائل شهر فبراير القادم، هذا الموعد قريب جدا. هل تم إبلاغكم كحكومة شرعية رسميا بمثل هذا الرحيل؟ أولا دعني أشكرك على استضافتي، وبالطبع الأمم المتحدة عندما تقوم بأي إجراء يتعلق بمكتب المبعوث الخاص أو نشاطات الأمم المتحدة في اليمن فيتم إبلاغ الحكومة اليمنية مسبقا بأي نوايا لتغيير أو لإحداث تغيير في مواقع ما في أداء الأمم المتحدة على الأرض. هل تم التبليغ خطيا ورسميا للحكومة الشرعية؟ نعم، تم إبلاغ الحكومة الشرعية بهذه النية، ونحن ننظر في هذا في هذه الرسالة، وقد تناولنا الأمر مع الأمم المتحدة. نعم. بخصوص هل أعطيتم موافقتكم؟ أعتقد أن الموافقة تحتاج إلى بعض الوقت، ونحن نتشاور مع الأمانة العامة في هذه القضايا. نفهم من مصادرنا الدبلوماسية الرفيعة والمقربة من مكتب وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو بأنه مختار بالفعل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، هل بلغوكم بهذا الاسم؟ هم الآن في صدد تبليغ مجلس الأمن للحصول على إعلام لهذا المجلس، لا يحتاجون لموافقة المجلس لتعيين قائد للجنة تنسيق إعادة الانتشار، ولكن من باب اللياقة فقط. هل أبلغوكم بالاسم وما هي الخطوات القادمة؟ كما قلت أخي العزيز، تبادلنا الرسائل، تلقينا الرسالة من السيدة دي كارلو، ونحن فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ننظر في هذا الأمر، وهو كما تفضلت هو إجراءات بروتوكولية تتم في الأمم المتحدة، كما عندما يتعلق الأمر بأن يبلغ السيد الأمين العام مجلس الأمن بأي قرارات تتعلق بالإجراءات التنفيذية على الأرض، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالقرار 2451 والقرار 2452 المتصل بالإجراءات التنفيذية لاتفاقات ستوكهولم. تعرف أن لجنة التنسيق إعادة الانتشار هي الآن أداة محورية في إطار رؤيتنا لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، تحديدا في الشق المتعلق بالحديدة. في هذه الحالة نعم. اسم نعم. الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. نعم. هذا صحيح. نعم. أوكي. هناك لغط كبير عن سبب ترك باتريك كاميرت، هل استقال، هل انتهى عقده؟ ما تقوله أو ما يقوله مكتب وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو أنه ومنذ البداية لديه عقد فقط لثلاثة أو أربعة أسابيع لا أكثر، ولذا هو لم يستقيل ولكن انتهى عقده. هل كنتم تعلمون بمثل هذا الشيء أن هذا الجنرال جاء فقط لثلاثة أو أربعة أسابيع؟ لا أعتقد أنه هذا تحليل منصف، لأنه من غير المنصف القول بأن الأمين العام سيقوم بتشغيل أحد كوادر الأمم المتحدة في عقد لا يستمر إلا ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع. ربما هناك أسباب أخرى لم تفصح عنها الأمانة العامة. ما هي؟ ربما قضايا إدارية، كأن مثلا القول بأنه هناك خلافات في أداء العمل ما بين مكتب السيد كاميرت ومكتب المبعوث الخاص. تعرف أن هناك حساسيات في الأمم المتحدة حول الدرجات القيادية، فهناك منهم مساعدي الأمين العام ومنهم وكلاء الأمين العام، ومن هو ينبغي له أن يرسل بتقاريره مباشرة للأمين العام، ومن ينبغي له أن يمر عن طريق الدائرة السياسية أو عن طريق مكتب المبعوث الخاص. وهذه التراتبية الموجودة في الأمم المتحدة قد تكون سببا، ولكن أنا لا أعتقد أن هناك يعني شيء من هذه العقود التي تستمر لأسابيع. عقود الأمانة العامة معروفة، وإلا إذا كان الأمين العام لم يجد حينها أمامه مرشحا ما، فهذا أيضا كان سيبلغ به الأمين العام حينما يقوم باختيار شخص. لكان قال نحن سمعنا بأن هناك توجه لإنهاء مهمة السيد كاميرت، ولكن الجنرال كاميرت حقيقة تعرض لضغوطات كثيرة،
ولا أعتقد أن هذه من بين هذه الضغوطات أن الطرف الانقلابي سترضخ له الأمان العامة. الطرف الانقلابي لا يشكل أي رقم في أي معادلة، والأمم المتحدة لا تصغى لطلبات الميليشيات والعصابات المسلحة. ولا أعتقد أنه هذا أيضا سبب آخر لأن ينصاع الأمين العام ويعمل على تغيير الجنرال كاميرت. لا أعتقد. لا تعتقد؟ نعم، ولكن كيف تفسر نفي المتحدث الرسمي لما اتصلوا بهم بعد إخراجنا للخبر على الملأ بأنه سيتم تغيير وسيتم رحيل الجنرال كاميرت؟ نفى هذا وقال أن الرجل مستمر في عمله ولم يستقيل. وإلى ما سبب مثل هذا النفي، خاصة وأن حبله قصير، هنا الأول من فبراير القادم قريب، بعد أقل من أسبوع من الآن. أنا لا أستطيع أن أفتي بوجودك أخي طلال، أنت ابن هذه المنظمة وتعرف كل دهاليزها. عادة الأمين العام عندما يطلق الخبر يحتاج إلى بعض الوقت للتشاور، فأمثالك من الصحفيين المقتدرين الذين يلتقطون الأخبار ويتسابقون مع الأمان العام في إطلاقها تحدث كثير من الضجة في ترتيبات التحضيرات اللوجستية والتحضيرات الإجرائية التي تجري في الأمم المتحدة. لا أجد أنه لا يمكن هنا تبرير الكذب. أنا أعتقد في الإعلام أحيانا هناك أنصاف الحلول وأنصاف الطرق التي قد تكون ليست كذبة كاملة، ولكن نفي يراد منه أن يوفر الطريق لإنجاح المقصد. النفي الذي صدر من مكتب المتحدث الرسمي كان إما كذبة وإما جهلا بما يدري في أرجاء هذه المنظمة، وخاصة في المكتب السياسي الذي تديره وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، وهو في هذه الحالة إما جهل وإما كذب، وفي الحالتين الأمر طامة. ولكن دعنا ننتقل إلى هذا موضوع آخر. ما تأثير مغادرة الجنرال كاميرت لمنصبه على تنفيذ اتفاق الحديدة برمته؟ فعلا هذا هو السؤال الأهم، لأن كما تعرفون أن فخامة رئيس الجمهورية التقى يوم أمس الخميس بالسيد مارتن جريفيتس والجنرال باتريك كاميرت. وخلال اللقاء عرض السيد باتريك كاميرت خطة المزمنة لإعادة الانتشار في الحديدة بناء على اتفاق، ما أنتم تعرفون مر أكثر من شهر ونصف الآن، انتصف الشهر الثاني دون أن يتحقق شيء في الحديدة، بل زادت وتيرة الاعتداءات على الأمم المتحدة وزادت وتيرة التهجمات والاستهداف لمقار الأمم المتحدة في الحديدة، زادت وتيرة الحوثيين برفع مستوى يعني الخروقات ووقف إطلاق النار لم يثبت في كثير من المناطق. بالأمس تم استهداف عربة مدرعة للقوات الحكومية كانت في عملية يعني سير في خطوط مناطقنا، مناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية. هناك استهداف يومي وهناك رغبة للطرف الانقلابي كاملة لتفجير الوضع ولإنهاء مهمة الأمم المتحدة. هذا التحدي الأكبر أعتقد. فلهذا الجنرال كاميرت لم يعد بمقدوره مثلا أن يعقد اجتماعات مشتركة للجنة التنسيق إعادة الانتشار. مر اليوم 3 أسابيع لم تعقد هذه اللجنة لأنهم يرفضون الاجتماع في المناطق الشرعية. نعم، يرفضون التوافق الذي تم باليوم الأول أن تعقد الاجتماعات بالتناوب في مناطق سيطرة الشرعية وفي مناطق سيطرتهم. أنت تحضرون في مناطقهم، حضرتم مرتين. نعم، على الأقل. نعم، نعم، وعلى استعداد لنقدم التضحيات والتنازلات والذهاب إلى مثل هذه الاجتماعات. اليوم السيد كاميرت يحاول قدر الإمكان أيضا أن يعقد اجتماع قبل أن تتم إجراءات نقله، يحاول أيضا أن يتم هذا الاجتماع لأنه يعتقد أنه من المهم أن تجتمع لجنة تنسيق إعادة الانتشار للوقوف أمام خطة الخطة التنفيذية المزمنة التي ينبغي أن تعلن للملأ، لأن الطرف الانقلابي سيستمر في هذه الألاعيب التي لن تؤدي إلى انسحابات ولن تؤدي إلى تنفيذ اتفاق الحديدة. نعم، يعني هناك تتوقعون مزيد من التأخير، مماطلات، خروقات، أكثر من 627 خروقات حصلت مثبتة من قبل البعثة اليمنية هنا وبعثة دولة الإمارات وبعثة المملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام. هذا شيء ليس بالجديد، ولكن كيف يعني
سوف يؤثر تعيين جنرال جديد خاصة مثل لوليزغارد؟ هل تتفائلون بأن الأمر سيختلف بعد قدوم هذا الجنرال الدنماركي المخضرم؟ سيدي تعرفون وجهة نظرنا منذ اليوم الأول. نحن نعتقد بأن الأمم المتحدة ينبغي أن تغادر مواقع الحيادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. نحن لا نتحدث عن قضية تيسير جهود بين الأطراف، حالة تنفيذ اتفاق الحديدة هو حالة تنفيذية. فهناك اتفاق تم في ستوكهولم، وقع في 13 من ديسمبر، وما على أي جنرال يأتي للتنفيذ إلا أن يقول هذا الطرف اليوم أعاق تنفيذ العملية، هذا الطرف اليوم قام باستهداف سيارات الأمم المتحدة وموكبها، هذا الطرف. القول بأن هذا ما كنا نسمعه من الجنرال باتريك كاميرت، بأنه لا يريد أن يوزع التهم. إذن كيف بإمكانه أن ينفذ خطة إعادة الانتشار إن لم يقل لنا صراحة من الذي يقف، من الذي يعيق جهود الأمم المتحدة؟ هذه ما نستهدف سيارة السيد المبعوث الرئيس لجنة إعادة الانتشار، متى تم إهانته وتوقف في الطريق لأكثر من 7 ساعات بانتظار أن يعبر الحاجز؟ من قام بهذا؟ هل قامت بذلك قواتنا المسلحة اليمنية؟ هل قام بذلك الطرف الحوثي؟ وهو يعرف أنه كان في مواقع الحوثيين وكان تحت سيطرتهم، بل يتعرض إلى الإهانات الشخصية في أكثر من مناسبة. القرارات الأممية تطلب رفع تقارير أسبوعية إلى هنا، إلى الأمانة العامة، إلى مجلس الأمن. هل تعلمون عن أي تقرير رفع إلى هنا إلى الأمم المتحدة من قبل البعثة ومن قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار تلقي باللوم على للإعاقة وعدم التنفيذ على الحوثيين؟ هل لديكم علم بمثل أي ولو تقرير واحد؟ ولا تقرير. كل تقارير السيد الأمين العام حتى اليوم، 4 تقارير اطلعنا عليها، كل التقارير 4 تتحدث عن مرتكب لجرائم في الخفاء، يعني أشباح تقوم بإعاقة جهود إعادة الانتشار. هذه الأشباح ينبغي أن تسمى أخي طلال، إن لم تسمى فلن يكون هناك تنفيذ لأي اتفاق. هذه المشكلة التي نواجهها مع الأمانة العامة. الأمانة العامة تكتفي بإشارات أحيانا سلبية تجاه أداء الحكومة في الموانئ وفي كذا، لا تركز على قضية الحديدة، ولا تركز حتى اليوم إن هناك عصابات منتشرة في الحديدة وفي الموانئ تقوم بابتزاز عمليات الأمم المتحدة. عمليات الأمم المتحدة يوميا تتعرض للسرقة وتتعرض للنهب، ولا تقارير محايدة تصدر عن الأمانة العامة تقول والله إنه تم سرقات. لولا الشجاعة التي خرج بها سيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إلا أن مكاتب الأمم المتحدة كلها في صمت مطلق. كل المتعاقدين في الأمم المتحدة داخلين، المحليين أقصد، داخلين في صفقات تجارية مع الحوثيين. لم نلقي نظرة واحدة على تقرير محايد للتحقيق في هذه القضايا. تحدثنا مع السيد الأمين العام، لا تجاوب في هذا الموضوع. فإن استمر السيد الأمين العام في هذه السياسات التي لا توصل إلى طريق، سنصل إلى فشل تام للأمم المتحدة في الحديدة وفي اليمن عموما. فقامت رئيس الجمهورية يوم الخميس في حديثه مع السيد ممثل الأمين العام ومع الجنرال باتريك كاميرت، قال لهم أن الفشل في الحديدة يعني الفشل في كل العملية السلمية وكل جهود السلام في اليمن، أي العودة يعني إلى الحرب. العودة إلى الحرب يعني فشل الأمم المتحدة. ينبغي أن تقر الأمم المتحدة أنها فشلت. إن استمرت بهذا الطريق ستفشل، ونحن لا نريد للأمم المتحدة أن تفشل، ولا نريد لها أن تحبط آمال اليمنيين في السلام. وهذا ما قاله فخامة رئيس الجمهورية خلال اللقاء. اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية والانقلابيين، هل فشلت اجتماعات العاصمة الأردنية عمان؟ اليوم نحن منذ اجتماعات عمان مرة أكثر من أسبوع، نحن نتوقع أن يلتزم الطرف الانقلابي بتقديم الإفادات اللازمة فيما يتصل ب 232 شخص لم يتم ذكرهم، كأنهم ليسوا موجودين في القوائم. نريد هذه الإفادات، نريد أن ننفذ الخارطة المزمنة التي وضعت في عمان فيما يتصل بتبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا والموضوعين في الإقامات الجبرية. عندما يتم تبادل هذه الإفادات وتقديم البيانات اللازمة ويتم التحقق منها من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل الصليب الأحمر، ستبدأ عملية تبادل.
نحن نتطلع إلى ضغط أيضا آخر من مكتب السيد المبعوث الخاص في هذا الملف لتنفيذ الاتفاق. هذا ملف آخر سيشكل كارثة أن لم ينجز خلال الأيام القادمة. فنحن نتحدث عن اتفاق تم التوقيع عليه في 3 ديسمبر قبل الثالث من ديسمبر قبل ذهابنا إلى اجتماعات. هذا صحيح. هذا صحيح. تحدثت قبل 5 أيام عن اجتماعات ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة حول التعز، وستقودها الأمم المتحدة بشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والحوثيين. أين نحن الآن من هذه المحادثات التي قد تساهم في فتح ممر إنساني، رفع الحصار والمعاناة عن أهالي تعز؟ كما تعرفون هذه اللجنة الثالثة التي ضمن توافقات ستوكهولم، وقد باشرت خلال اليومين الماضيين الأمم المتحدة ومكتب السيد المبعوث الخاص الاتصالات مع الوفد الخاص بالحوثيين أثناء زيارة السيد مارتين إلى صنعاء، وكانت زيارة صاخبة بهذه المناسبة. تم اللقاء مع الوفد الخاص بتعز، واليوم البارحة أو اليوم سيتم عقد سيكون هناك اجتماع بين لجنتنا الخاصة بتعز مع مكتب المبعوث الخاص. نحن نتطلع إلى أن يلتئم شمل هذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، لأنها لجنة أيضا من الأهمية بمكان أن تبحث قضية وضع إنساني شائك ومعقد، وهو وضع الحصار المفروض على مدينة تعز ومحافظة تعز منذ بداية هذه الحرب. تعز هي في القلب من الأزمة اليمنية، ربما هي مفتاح حل الأزمة اليمنية، ونحن نتطلع إلى إيجاد حلول معقولة ترفع المعاناة الإنسانية عن أبناء تعز وتفتح الممرات الإنسانية الآمنة وتنهي حالة الصراع الدائم في هذه المدينة. قلت زيارة صاخبة إلى صنعاء من قبل المبعوث الخاص، ما قصدك؟ هذه يا سيدي ثاني زيارة يقوم بها السيد المبعوث الخاص إلى صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد اتفاق ستوكهولم. الغرض منها أن 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 يستشف من قيادات الطرف الإنقلابي ماذا تريدون باتفاق ستوكهولم؟ لماذا اتفقتم على توقيع اتفاق ستوكهولم ولا تريدون أن تنفذون هذا الاتفاق على الأرض؟ من هنا يذهب للحديث مع أمراء الحرب مباشرة، مع زعيم هذه الجماعة. تقولون لنا أنكم تنفذون اتفاق الحديدة واتفاقات ستوكهولم، ولا نرى ذلك على الأرض، نرى المزيد من التعنت، نرى المزيد من العنقهية والبلطجة في الممارسات الأمراء الحرب والميليشيات في الحديدة. هذا لا يؤشر إلى أنهم يرغبون في خطوة اتجاه السلام. هم يريدون أن يستغلوا المزيد من الوقت لإضاعة الفرص الدولية وللتحشيد لحرب قادمة. هذا ما يريدوه، وهذا ما تريده إيران الذي تدعم هذه العصابات المنفلتة. خالد اليماني وزير خارجية اليمن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الحصري، ونتمنى لك كل التوفيق في مساعيك لجلب السلام إلى اليمن الحبيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.